UNFM 91.2. بيل كاوب. ديوان يعني محبة وعشرة، وأمورنا عشرة على عشرة، يعني كلمة مسموعة وخدمة توجها مجموعة، تحكي مطالب ناس مشروعة، قصة غرام مشهور ويام، برغم اللي قليلة العوام، أما الحب عمال يزيد طول ما فما اللي ليه نريد، طول ما فما القلب الحديد، الإرادة اللي تحقق الأحلام، والعزيمة اللي تزيدنا القدام، طول ما فما الثقة اللي تدوم، بين حد من كلمته كان محروم ولقى الفرصة يعبر فيها، علش في قلبه من هموم، بين إحساس ربط ناس بناس، ناس شافت في ناس مرايتها تحكم شاغلها وتمثل حكايتها، عبيد قتلها منك نسمع، سمعنا مشاكلك والزباب ودع، وكان مشاغلك برشا كبار، هنا تونس ميسالش نحيو الغبار، ونحاور أصحاب القرار وبرا كان حوار من نار، الفايدة صوت صفاقس يوصل ويعرفوا في هالمدينة شصار، قصة غرام بين ناس محتاجة الفرحة تنسى بيها ستريس والسرحة، وناس قتلها ميسالش اليوم خير، مهما يصير عمرك ما تحير، مع بعضنا نناقشوا مشاكلنا ونصنع التغيير، وبرا كان بدلنا التكنيك، الفايدة اللي تحب يجيك كان اجتماعي ولا بوليتيك، والتكتيك حربوش الانتيبيوتيك، حب وعشرة بين عبيد فهموا بعضهم عرمش، وقالوا شنية الدنيا غير قش في قش، خلينا في الفيراندا نعيشوها والضحكة نتشاركوها، قالوا لهم عيشوا الويكاند واحنا معاكم نفيقوا ونبرمجولوا اي حاجة تصير فيها نقولوا، بين ناس ببعضهم حسوا وحبوا الفرحة فرحتين، والضحكة تلمع من العين، تلموا في البيك شو وقالوا فرصة للجو منفلتين، احنا فاميليا مع بعضنا، نحبوا بعضنا، نحسوا ببعضنا، حتى في عز الغصرات ناقفوا لبعضنا، قصة روح رياضية وجرين تمتوا فيش، بين ناس لحظة تشجيع ما تفلتهاش، من لوكال للماركاج والإكسترا تايم والموندو فوت، وجو الهداف والفيراج وفرحة البرتاج، وحتى كحتاجوا المعلومة للناس اللي بالاقتصاد مغرومة، لقاو رواحهم متفاهمين في ديوان الأعمال، الأفكار متشاركين، ديوان أفهم يعني غرام بين مولود في صفاقس بدأ، وبحب الناس كبر ونماء، في صبحية في عشوية في السهرية برشا طاقة إيجابية، وعلاقة بين مستمعين لقاو فيها باب قربهم من برشا حباب، خليهم قراب من بلادهم من أفكار نديدهم، من حب الناس اللي زادهم في القوة، من كلمات الشكر والتبسيمة الحلوة، العيلة كبرت وما زالت تكبر، طول ما هالناس على الناس تعبر، طول ما العشرة ما توفيش، برمجة وفيت معها برشا ذكريات، عشنا فيها حكايات وحكايات، مع ناس من قلوبها عطات وناس طيبة حستها ليها قريبة، وما زلنا منكم قراب، وكل مرة نزيدوا نقربوا، مع سيدي رمضان وبعد وبعده، ديوانا فيم إن شاء الله تقعد ديما صوتكم، ديما صوتكم. بالكاوب.